السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة يومية البراجة. دائما ان شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحة جيدة. خوتي خياتي، ما تنساوش تدعموني بجام وخلوا لي تعليقات وبرتجوا القناة مع الاهل والاصدقاء والاحباب ديالكم. شكرا لكم مسبقا. وصفة تاع اليوم راح ندير معكم مثقبة معسلة. اذا بسم الله، نحتاج الى عندي هنايا كيلو سميد متوسط، يعني حرش متوسط ماشي حرش بزاف، ما هوش رطب بزاف. عندي لنا كيلو ندير ملح، كمية تاع ملح. الملح عينكم ميزانكم، دخلوا الملح في السميد مليح. عندي كاس زيت، انا راح نبدا ندير كاس زيت باه تنجح لكم المثقبه المعسله، باه تجي لكم مطريه كي المقروط. لازم تبسسوها مليح، كاين بزاف يغلطوا فيها، ما يكثرولهاش الزيت وتخرج لهم يابسه وماشي شابه. بسم الله، ندير نص نلم العجينه تاعي مليح، نبسس مليح السميد في الزيت، ندخل الزيت هذيك مليح. شوفوا هكذا، مازالت شوف ما هيش تتحكم في اليد. نزيد لها النص الاخر، لازم تخلطوها مليح مليح، وكي ديروا هكا تلقاو يعني تحكم شويه روحها هكذا، ما تبقاش غير تتفتت. ونديرو نبداو نديرو الماء بالعقل. هذا المثقبه ما عندهاش يعني باه الواحد يكيلكم بالميزان، ولا الواحدة تستعمل عينها ميزانها في بعض الاحيان. يعني كيلو ديروا ابداو ديروا الزيت غير بالعقل حتى تتكور في يديكم، من بعدك ابداو ديروا الماء حتى وين تتلم عندكم عجينه. كما تعرفوا المقروط يدي سمن بزاف، اذا هذه راهي تشبه للمقروط. كاين بزاف بنات ولا نساء ما يعرفوش يقولوا تجينا يابسه كي الحجره وماهيش معسله وماهيش ما تذوبش في الفم، على خاطر ما يكثرولهاش الزيت وما يدخلوش الزيت مليح في السميد. هايلي هذه مازالت، راح نزيد كما تعرفوا السميد يشرب الماء، لازم حتى تلم عندي عجينه. ليكم ما يتلمت لي عجينه، انا دوك نخليها تليح واحد 5 دقائق، على خاطر كاين السميد اللي يشرب، كي يشرب يعاود تعاود عجينه تولي تتفتت. لازم نزيد لها شويه ماء، نخليها تريح شويه وندير الزيت تسخن في المقله هكذا. بعد ما سخنت الزيت تقريبا هايليك العجينه تاعي، انا ما تحتاجش باه نزيد لها الماء، راهي باقيه طريه. نقسمها على زوج، بسم الله، وسقموها هكا بيديكم مليح، ماشي تعجنوها مثقبه ما تتعجنش. انا نسيت ما درتش شويه تاع السميد باه نخليه، نجيبو شويه السميد هذاك منه نحيو منه شويه كي يكون نخلطوه في الاول، نديرو له شويه زيت هكذا. دوك نقولكم على نديرو هذا من الفوق، هايليك ندير كمية تاع هاد السميد من التحت. كاين بزاف يغفلوا عليه هذا يعني هاد المرحلة، عليها اللخر تاعهم تتحرق لهم وما تخرج لهمش. ونديرو شوية من الفوق هكذا، ونبداو نحلو بيدينا. ماشي شرط تجيلكم دويره يعني مسقمه، الله الله، وما ديروهاش رقيقه بزاف، شوي حوالي 2 سنتيمتر فقط. لو كانت ترققوها بزاف ما تخرج لكمش شابه.
انا عندي هذا الطابع هذا، نديره شويه كبير، نتوما خيروا اللي عندها صغير دير صغير، اللي حبت تدير قلوبه دير قلوبه، اللي حبت تقطع بالموس معليش، اللي حبت تخرج لها مبرجه دير مبرجه، اللي حبت هذا السامبل دير سامبل هكذا، اللي بغى يدير سامبل دير ما يهمش. السلام عليكم. السميد اللي درناه من الفوق هو اللي يحمي المثقبه باه ما تتحرقش، وباه كي تتحرق واذا تحرقت هكايا يتحرق هذاك السميد من الفوق، تقدروا تنفضوه ما تتحرقش من الداخل. هاي ليك السمك تاعها، شوفوا كيف داير، ماهيش رقيقه بزاف، ماشي خشينه بزاف البنات. وهذه الاطراف اللي بقاو نعاودوا نلموهم، نحطوهم على جهه، نجيبوا الكويره الاخرى، ولا اللي درتو ولا درتو زوج ولا درتو وحده ديروها كبيره بزاف وخلاص، حلوها كي البرجه. انا درت المقله تاعي وبديت نرمي في حبيبات. السلام عليكم. على نار متوسطه، ما هيش قويه بزاف حتى وين يتحرق، ضروري نار تكون زيت سخونه، من بعديك نقصولو باه يطيب في عقلو، وقبل ما يحمر من التحت لازم نقلبوه. هذه دائما نصيحه في المعجنات ولا اي شيء، باه يجي يعني يجي الوجه تاعهم للزوج كيف كيف. انا يعني مثلا نقولوا نطيبوهم 3 دقائق منا من التحت، كي يبداو يشدوا لوحديهم نقلبهم. عليكم. كي يبداو يحكموا لوحديهم نقلبهم. على نار متوسطة، هكذا، ونخليهم يذيبوا في عقلهم. صباح الخير زوج تاع عناب، على خاطر راهي 6 تاع الصباح. يبداو يطيبوا البنات، يعني يدو هذاك اللون الذهبي كما هذه راهي طابت، شوفوا نحيها، نخير الحبات اللي سبقوا طابوا الاولانيين نحيهم، نخليهاش تتحرق. اذا خليناها طابت فوق اللازم رايحه تيبس كامل وتتحرق لنا، ولا حتى اذا ما تحرقش راح تخرج لنا يابسه بزاف. ندير الحبات، هاو نعسو على نار قليلة، نكمل كامل الحبات تاعي البنات ونرجع ليكم. نروحو للمرحلة الثانية والأخيرة. هكا كي طيبت هادو لازم نسقيهم وهما سخونين، نديرهم في كاش طبسي ولا واش عندكم، نسقيو الاخر تاعنا المثقبه تاعنا وهي سخونه. علاه؟ لو كان نخليهم يبردوا لحسيله ما تدخلش فيهم وراح تجي يابسه، فهمتوني؟ لا ضروري تسقوها وهي سخونه، وحسيله ما تكونش خثره كيما راكو تشوفوا. هاي ليك، انا شريت عسيله المرجان زدت لها شويه ما دافي وخلطت مليح مليح حتى ولات خفيفه. نخلي هادو لهنا في العسل يشربوا حتى وين يطيبوا الاخرين، نحيهم باه نديرهم هنايا، ويعني نحي منا العسل وندير الاخرين، واللي حبت تخليهم بلا عسيله هذاك شيء اختياري. اي البنات، المثقبه المعسله تاعي راهي وجدت، وحطيت القهوه تاعي، نبغي القهوه كيما هكذا. هاي ليكم، وراهي تاع القلوبه مليحه بزاف. ديروها لولادكم مع صباح كيما انا، انا هذه دائما نديرها مع صباح بكري كيما اليوم. انا نط عستا ودرت عليه، حبيت ندير لها عسل يكثر لها عسل يكثر، لانه هي تشرب، واللي يحب يخليها هكاك نشفه يخليها، كل واحد كيما يبغي ياكل المثقبه المعسله تاعو. هاي ليكم، شوفوا كيف معسله من الداخل.
اذا البنات نقول لكم خاوتي ماشي غير البنات، حتى الرجال خلاص سوالفت بكلمه البنات، حتى الرجال يعشقوا الطبخ. نقول لكم ما تنساوش خاوتي خياتي ديروا لي جام على الفيديو وخليوا لي التعليقات باه نبقاو على تواصل، وشاركوا القناه والفيديو مع الاخرين هكا باه كامل تستفادوا، ما تخلوش الفيديوهات يوقفوا عندكم وتهلاو في روحتكم. وكل واحد راهي داعم فيا نقول لكم بارك الله فيكم وان شاء الله تلقاو الخير في حياتكم. السلام عليكم.